تبعت ورشة وعليت اكسرسايز وعليت وعملت وعملت وتعالى بتاعك في الاخر خالص انت معاك اكسرسايز بيقول انك انت خدت او درست ورشة. بصراحة يا جماعة بفكر كلام فعشان كده احنا يعني انا بالنسبة لي اللي انا عايز اقوله لك حاول بقدر المستطاع انك انت تذاكر الورش اللي انت درستها مع المحاضرات اللي انت درستها كل مجموعة بقى درست محاضرة معينة خالص تذاكر المحاضرات دي. لكن بنتكلم على الورشة تذاكر الورشة بتاعتك. فمن ضمن الحاجات اللي الناس او رفع مجموعات هدفوها ماتيريال وقسم. وبالنسبة للورش اللي هي زي ورشة السمطرة او ورشة البرارة او ورشة القياسات كل الورش دي هي ورش بس فانت لازم تكون عارف عن دي عشان يمكن الميجر بس اللي ليه جزء من المحاضرة او المحاضرة لكن الفايل اللي احنا مش هنلاقيها في المحطه الفايل كده كده في وجهه السمبره كده كده في وجهه فدي الحاجات اللي انت لازم تبقى عارف بغض النظر بقى عن كام محطه ولا ما لهاش محطه كده ماشي كده شباب. فان شاء الله انا هبدا دلوقتي في الشرح في الفصل وان شاء الله بعديها الماتيريال واذا توقع وقت هخش على الفايل والميجرمنت ان شاء الله يعني. عشان كده كل ما هو رسم رياض لازم تبقى انت عارفه تمام. ويمكن انت شفت الرسومات دي في اكسرسايز شيت والمفروض يعني ان الكلام ده اتقال في الورشه انك انت تبقى حافظ الرسومات بغض النظر ادينا احنا هنقول دلوقتي فالحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي تبقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يعني حاجة كده اسمها ولا في رسمتها عليك ولازم تبقى عارف طبعاً خلاص؟ طيب الجزء الأولاني اللي هو الفصل سباكة المعادن هي من أهم البروسيسز اللي موجودة عندنا. على فكرة يا شباب أنا ما بعرفش أشرح في الكلام فلو أنتوا هتفضلوا تتكلموا أنا مش أنا هتنسوا على فكرة ان شاء الله قاعد انا الوقت ده كله اقعد اسكت الناس. يا باشمهندس لو سمحت الفصل هي عمليات سباكه المعادن هي عمليات بتضرب لبعض المعادن اللي صعب تشكيلها مثلا او ممكن تكون على منتج صعب تصنيعه بطريقه اخرى ليست هي السباكه. عمليه السباكه هي عمليه يتم فيها تحويل المعدن الى ماده سائله انا بعمله ملتي يعني ترفع درجه الحراره بتاعته حتى الانصهار وبعد الانصهار بشويه بحوالي 50 درجه كده بحيث ان احنا نضمن ان الماتيريال كلها بالنسبه لنا تم تسخينها بشكل مظبوط وتم شحرها بشكل مظبوط. ساعتها المعدن بتتحول لسائل وساعتها السائل دون بيقدر ياخد اي شكل لو انت حطيته في كاميتي معينه او في شكل معين فهو من خواص السائل ان هو ياخد نفس الايه؟ الشكل بتاع الكاميتي. فمن ضمن مميزات السباكه ان هي بتقدر تصنع منتجات ضخمه جدا بنصنع فيها اجسام الماكينات زي مثلا لو انت في الورشه شفت المطرقه
او مكان النجاره كله، كل الاجسام دي كلها بتاعت الماكينات اللي بتعمل السباكه. اولا التفاصيل الدقيقه اللي موجوده فيها، وتاني حاجه اللي ضخامه الماتيريال اللي موجوده فيها. ممكن كمان نصنع من السباكه حاجه زي مثلا الوي ويلز اللي هي عجلات الطيران. لكن طبعا جوه الماده الخام هي المختلفه، يعني احنا المواد الخام اللي احنا بنصنع منها ممكن تبقى المنيوم، ده سؤال ممكن تساله، ما هي المواد التي يمكن استخدامها في عمليات السباكه؟ زي الالومنيوم، زي النحاس، زي الحديد الضغط، زي الحديد المسكوك. الحديد المسكوك بيسمى فاست ستيم. فيبقى الماتيريالز دي كلها على حسب البرودكت اللي انت بتعمله، فانت تقدر ان انت تصدر المعدن دوت وتحرره ان هي الصوره السائله ثم تصفر في جافيتي زي ما قلت. طيب عشان اعمل الحكايه دي انت محتاج للكافيتي اللي انا بقول لك عليها. فالكافيتي دي عشان اصنعها عندي طريقين. الطريقه الاولانيه استخدام السباكه، سوري استخدام القائل اللسان اللي هو الرمل، فبنسميها سباكه عمريه. هي سان خاصه. سان خاصه. دي الطريقه الاولانيه. يبقى اللي هيختلف في الطريقتين هي طريقة تصنيع الكافيتي. الكافيتي اللي موجودة عندك هي هتعمل نفس الشكل المنتج اللي موجود عندك. لو ممكن يتعمل بطريقتين مختلفتين. الطريقة الأولانية ممكن ساند قصري. ساند واي ساند يعني. الطريقة الثانية واي ستيل. انك انت تصنع الكافيتي دي من الستيل. طيب ساند قصري لما تشتغل الرمل. الرمل اللي انت بتستخدمه دوت بيبقى رمل مخصص للسباكة. اسمه رمل مسبك، انت تشتريه بالاسم دوت رمل مسبك. الرمل دوت بيبقى ليه خواص، الخواص ديت ان هو اول حاجه لازم يكون يبقى سان بروبرتيز اللي هي خواص الرمل. اول حاجه لازم يمتاز بالاستبان. يعني ايه؟ يعني لازم الرمل دوت يكون متماسك، لازم يكون قوي، بحيث انك انت ما ينفعش بعد ما تيجي تصب في المعمل المنصهر يتكسر، ولما يتكسر هيبوظ لك الكافيتي بتاعك. فلازم يكون يمتاز بستريس عاليه. ثاني حاجه لازم يكون يمتاز بنفاذيه عاليه. نفاذيه عاليه يعني ايه؟ يعني انت عايزك دلوقتي بعد ما تصب المعمل المنصهر الذي يحتوي على عدات واذكره كثيره نتيجه لرفع درجه الحراره او الميتريشر، فانت عايز تصبه جوه الكافيتي فهتصنعه جوه الكافيتي، عايز تطلع الاذكره. لو بدات الاذكره دي ما طلعتش هتفضل موجوده جوه الكافيتي، هتتحبس جوه الكافيتي، فهيطلع في الاخر المنتج معين. يا شباب الناس اللي هي عايزه تخرج، اللي عايز يخرج لو سمحت يتفضل يخرج دلوقتي. الله يستر ما انا شغال، كل واحد عايز يخرج شويه. يلا اللي عايز يخرج يخرج على طول. يلا هيقعد بقى، مش هينفع يقول الناس بعد كده ما حدش يقول ايه انا قاعد وعايز امشي وعايز اعمل. راح نبدا نروح.
يعني خلاص عارف الناس رايحه ترم بعد كمان نص ترم. فانت طبعا عمرك ما هتتخيل ان منهج كامل حضرتك تاخده على الاقل 10 محاضرات في 12 ورشه. انا عايز اقول لك دلوقتي عاوزين بس الناس تبقى قاعده، لان راجل كبير هندسه راجل كبير قاعد في الكليه دي تجاره ولا بتاع عندنا شهاده ورقه نظر الورقه تحفظها وهو ده اللي محتاجه. فانت لازم برضه تبقى واعي شويه. الامتحان بيقيس قدرات الفهم عند الطالب، مش مقابل حفظ بس، في اسئله كتير قوي من المالتيبل تشويس او الكوركتنس او الرسومات او كده بتبقى جايه منين الفهم. انت ممكن تبقى شايف نفسك انك فاهم حاجه معينه، وده مش شرط تكون يكون صحيح. انت شايف نفسك مثلا فاهم قوي للسباحه، ممكن تيجي تسال كده وما تردش. ليه؟ لانك انت ما فهمتهاش بالفهم الجيد اللي هو قادر على انك تحل اي سؤال يجي لك في السباكه. فاهمين؟ السباكه وغير السباكه بقى، مش بتكلم عن السباكه بعينها، بتكلم عن كل حاجه. فدلوقتي قول ان انا اقول لك خد بالك من السؤال اهو، لا انا بشرح لك مواضيع، ولما باجي في الموضوع وانا بشرح انا بقول لك مواضع الاسئله. من غير ما انت ما تقول لي، من غير ما اقول لك خد بالك ده السؤال، انا مش افتكرت اقول لك خد بالك ده السؤال مين؟ ما افتكرتش. انا كل شرح بيبقى مصوب على الاجزاء اللي جت في الامتحانات قبل كده. يعني اكيد كل الامتحانات اللي في المادة بتاعتك في الفاينل انا اكيد قاريها وحافظها وعارفها وشفتها، صح كده؟ فعلشان كده لازم انت تتوقع ان مش ممكن انا دلوقتي هروح اقول لك خد بالك الامتحان جاز، لا مفيش حاجه اسمها كده. خلاص؟ فاحنا دلوقتي هنشرح، هنعدي الاجزاء اللي احنا بنشرحها على الطالب دلوقتي على اسرع وقت ممكن، ده صحيح. بس كمان اكيد مواطن الاسئله هقول لك ايه؟ يعني اما انا في الاخر برضه عايزك تنجح، يعني انا مش عايزك تفهم بس، انا عايزك برضه في الاخر تنجح. اقول لك تقل مذاكرتك على دي، خد بالك من دي، ده اتسال فيه، مش هقول لك ان هي الاسئله بتتكرر، لكن هي دي مواضع الفهم اللي احنا عايزينها من الطالب. خلاص؟ فيمكن يعني الناس اللي هي خرجت يمكن تكون مستعجله شويه، لازم لازم تبقى واخد بالك ان مفيش حاجه تجيني الاستعجال دوت، بالذات ماده البرودكشن لازم تلعب فيها شويه علشان تقدر ان شاء الله تعدي فيها بشكل جيد اللي انت عايزه. خلاص؟ نعم. كويس. لا لا سيدي. هذا انا منتجه. والله هو الموضوع مش فكره موضوع، بس خلينا ان احنا نبقى عارفين البريميابيلتي اللي هي النفاذيه والاسبرنس بتاع الرمل. طيب انا عملت خلاص التجهيزه بتاعت الرمل، تجهيزه الرمل دي بتبقى عباره عن رمل ونسبه قليله من الميه ونسبه قليله من ماده اسمها كاولينا. الخلطه دي مع بعضيهم كده، الكاولينا دي عامله زي الطمي زي الدينا الكاولينا دي ماده رمل، فبتمسك لك الرمل ده كله مع بعضه بشكل قوي شويه. طيب انا عايز بقى اكون الكافيتي اللي هي بالنسبه لي اهم حاجه في موضوع السباكه. انا في الاخر خالص عايز لما اجي لك برودكت واقول لك لو سمحت البرودكت الاول قول لي الستبس بتاعك انتاجه عامله ازاي بالرسم او بالخطوات تقدر تقولها. اول ما قلت لك السمن رسمتها تعرف ترسم. علشان تعمل دوت لازم تعرف الخطوات اللي احنا بنعملها في الانسان الاصلي. الخطوات دي ان احنا لو احنا عندنا كافيتي عايزين نعملها، زي مثلا انا هفترض جدلا ان انا عايز اعمل كافيتي بالشكل ده، انا هنتج منتج، المنتج بالشكل ده. فعلشان انتج المنتج بالشكل ده لازم يبقى في فجوه في داخل الرمل تحمل نفس شكل المنتج. يبقى الفجوه دي انا هعملها ازاي؟ يا اما اجيب منتج هو نفس المنتج واحطه جوه الرمل، وبعدين احط ادق الرمل عليه كده فيتماسك، وبعدين افتحه ويديني نفس الشكل. ده كده كاني بعمل طبعه، كاني بطبع. بس اللي انا عملته دوت هو فيه شويه مشاكل. ايه هي؟ ان البرودكت بتاعي لو ليه ابعاد زي مثلا 15 سم 4 سم 10 سم، بعد ما بيطلع من السباكه ال 15 هيبقوا 13 وال 10 هيبقوا 9 وال 4 هيبقوا 3.5. يبقى اول حاجه حصلت ايه؟ هو انكمش عشان كانت درجه الحراره عاليه، فدرجه الحراره لما نزلت فالحجم بتاعه اتغير. فعلشان كده احنا بنروح نقول حاجه مهمه قوي، انك انت لما تيجي تعمل الباترن
ما هو المكن؟ البشر ما هو النموذج الفشلي؟ النموذج الفشلي هو مكان، هو شكل البروت بتاعك بالظبط اللي انت عايزه، ولكن قد يكون مكون من جزء واحد، وقد يكون مكون من جزئين، ودي هنقولها دلوقتي امتى جزء وامتى جزء. البرودكت بتاعك ده عشان تعمله فانت عملت الباترن اللي هو النموذج الفشلي، فاول حاجه لازم تحط عليه حاجه اسمها شرينكج الاونس. الشرينكج الاونس اللي هي ايه؟ الشرينكج الاونس اللي هي زياده في الابعاد. انا بحطها على النموذج الفشلي بتاعي علشان عارف ان المسكوب بتاعي بعد ما يطلع هيفضل فما هينكمش، فعلشان كده لازم ازود له ابعاده شويه بما يتناسب مع الايه؟ الانكماش اللي هيحصل. طيب الحاجه الثانيه ان لما هيطلع المنتج ده من الرمل، ده مسكوب بداخل الرمل، يعني المعدن لما نزل قعد يلامس حبيبات الرمل اللي هي ليها ديامتر، وديامتر محسوس ومعلوم، وده معناها ان السطح الناتج سطح غير مستوي، وان السطح الناتج سطح ابعاده وحشه. فده معناها ان البرودكت اللي هيطلع من الرمل ما ينفعش اروح استخدمه زي ما هو بالظبط، انا لازم انضف سطح، ولازم اوصل بابعاده للابعاد اللي انا عايزها. فعلشان كده وفي حاجه ثانيه بنسميها ماشينينج الاونس. ما هو الماشينينج الاونس؟ هو زيادة الأبعاد أنا بزودها على الباترن الخشب بتاعي عشان الكاستنج بتاع اللي هو المسلوك يخرج بأبعاد زيادة بعد عملية الانكماش، يكون كل بعد زيادة لو ده كان 13 يطلع 14. ليه؟ هشيل أنا السنتي، فلما هشيل السنتي أنا هنضف السطح وأوصل بيه جودة السطح للجودة اللي أنا عايزها، والدايمنشنز ليه؟ الدايمنشنز اللي أنا عايزها. اخر حاجه بدي اوريهالك على الرسم حاجه اسمها دراف ثاني. ما هي دراف ثاني؟ هي زاويه انا بضيفها على شكل الباترن الفشل بتاعي بحيث اسهل خروجه من الرمل. علشان كده من ضمن الاسئله مثلا اللي جت في ميت فيرم قبل كده، انه يجي يقول لك ان الدراف ثاني هي زاويه تستخدم لتسهيل خروج المسبوك من الرمل. العباره دي صحيحه ولا خاطئه؟ خاطئه. ليه؟ لان هو بيسهل خروج النموذج الخشبي، هو ما بيسهلش خروج الايه؟ المسكوب. هو ما المسكوب هيخرج ازاي من الرمل؟ بكسر الرمل وبطلعه. خلاص، لكن النموذج الخشبي انا عايز اعمل فيه فجوه فهحطه جوه الرمل وهحط الرمل عليه وبعدين اقلبه وعايز اطلعه. فلما اجي اطلعه مش عايز اكسر الحروف اللي انا ايه؟ عملتها. علشان كده بقت الزاويه اسمها الدرافت انجل، بتبقى زاويه الدرافت انجل دي بتتراوح من نقطتين الى 6 درجات في معظم الاحيان. طيب يبقى دلوقتي عشان اعمل الفجوه بتاعتي رحت عملت او حطيت بول. ما هي البول دي؟ اللي هي بنسميها طاوله. الطاوله دي هنجمع عليها حاجه اسمها ريزه. ايه هو الريزه؟ اللي هو الكافيتي او هو ما يحمل الكافيتي اللي انت عايزه. فالريزه ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن درج فاضي. درج عارف انت الدرج فاضي كده لا ليه سقف ولا ليه ارضيه، يعني اربع حيطان بس. فالدرج ده هنحطه هنا. الدرج ده احنا بنسميه الريزه السفلي. الريزه السفلي ده بنسميه ان انجلش دراج. يبقى الدراج هو الجزء الاول من الريزه، فده بيتحط اول حاجه. بعد كده بمسك الباترن الخشبي اللي انا حطيت عليه الابعاد بتاعتي، اروح جاي حاططها على الطاوله، فهيبقى شكله عامل كده. وهي دي الخطوات اللي احنا بنقولك عليها ان ممكن تجي لك مساله قولها لنا. انا اديتك برودكت قلت لك دون، هتبقى بتعرف تنتجه ازاي في السباكه. دي الخطوات اللي انا بقولها دلوقتي. يا هتكتبها له يا هترسمها له على حسب طلبه منك. ممكن يقول لك ارسم، ممكن يقول لك اكتب الخطوات للبرودكت الموجود. بعد كده قلنا ادي الباترن ده كده النموذج الفشل بتاعك. هترجع تحط رمل. الرمل ده هيبقى رمل ناعم علشان تحاول او دي محاوله منك انك تطلع السطح اللي عندك انا عما يمكن. بعد كده هترجع تحط الرمل خشن وده ارخص شويه فهتملى بيه الفجوه بتاعتك. بعد كده هتبدا تدق الرمل، تعمل له عليه دق، تقعد تدق على الرمل. ليه؟ علشان تزود الدنس بتاعه، وعلشان ياخد نفس الحروف بتاعت ايه؟ الباترن او النموذج الخشبي بتاعك. بعد كده هتروح تعمل حاجه اسمها دراج انفيرجن. دراج
انفيرجن، يعني ايه؟ يعني همسك الدراج ده واروح اقلبه كده، فلما هقلبه النموذج الفشل ده اللي هو كان تحت هيتقلب ويطلع فين؟ يتقلب ويطلع اصبح ده النموذج الفشل بتاعه. ما تنساش بقى الدراجت انجل اللي انا كنت قايل لك عليها. فين الدراجت انجل؟ الدراجت انجل هي بتتحط على كل الخطوط الراسيه اللي هي في اتجاه الخروج. مش انت دلوقتي النموذج الفشل ده انت عايز تخرجه كده؟ صح؟ يبقى كل الخطوط اللي هي في اتجاه الخروج لازم تاخد زاويه الدراجت انجل. انا مش هشوفك عامل كده، انا هديك درجه على الحته دي من غير ما من غير اساسا ما تكون طالب منك تحط لي الدراجت انجل. انا كده فاهم انك فاهم بتعمل ايه، فتاخد درجه عليها لوحدك. خلاص؟ طيب بعد كده بروح احط حاجه اسمها كوب. ما هو الكوب؟ هو الريزة العلوي. الريزة العلوي دوت بيبقى برضه برج تاني. ده بيسمى كوب. ده بيبقى برج تاني، الدرج التاني ده برضه فاضي. حط فوق النص ده بالظبط. وبعدين بعد كده بروح احط عمود هنا من الخشب. عمود كده. وعمود تاني من الخشب هنا. العمودين دول مصنعين من الخشب واخدين شكل مخروطي بحيث ان انا اقدر احط رمل هنا كده في الحته دي وهنا وادق الرمل. طب ايه بقى العمودين دول؟ العمود الاولاني ده لما هشيله هصب مكانه فبنسميه سكرو. يبقى انا لما هشيل العمود ده كده هيديني عمود فاضي في النص، اروح اصب المعدن المنصهر بتاعي من خلاله فده بيتسمى سكرو. يبقى ايه هو السكرو دوت؟ هو قناه الصب الطوليه اللي موجوده دي. طيب العمود الثاني ده بقى لما هشيله هيسيب لي مكان فاضي. فلما هيسيب لي مكان فاضي وانا هصب المعدن، المعدن هينزل يملا الكابل دي، فهيطلع المعدن هنا بنظريه الايه؟ تساوي الضغط. لازم المعدن المنصهر هنا اللي هو السائل يبقى مستواه زي الايه؟ المعدن اللي هنا. ويبقى ده معناها ان المسبوب بتاعك بقى عليه ماده خام زياده عن اللي انت عايزه. ده بنسميه رايزر. ايه هو الرايزر ده؟ الرايزر ده هو عباره عن كومبنسيتور. كومبنسيتور يعني حاجه بتعوض المنتج بتاعك اثناء عمليه الشرينكج. انت عندك اثناء عمليه الشرينكج حاجتين بتعوض. تحول من السائل الى المتجمد وبعدين من المتجمد الى البارد. في الحاله الاولانيه من السائل الى المتجمد المعدن بيحتاج الى تقريبا حوالي يعني حوالي 15 20% زياده. طب ال 15 20% زياده دول انت هتضيفهم ازاي؟ او هتحطهم ازاي؟ فبنروح نحط ما يسمى بالرايزر. الرايزر ده بيظل منصهرا ما دام البرودكت بيتجمد. ليه؟ عشان لما البرودكت بيتجمد بيحتاج الى نسبه كبيره من المعدن لتعويضه، فيبدا يشد المعدن ده منين؟ من الرايزر اللي هو الكومبنسيتور اللي احنا بنتكلم عنه. طيب بقى عرفنا وظيفه الرايزر. فلما بيجي مثلا في سؤال زي كده في الامتحان فالصح والغلط بقى بدل ما يقول لك رايزر يقول لك لا الرايزر اولا العباره اللي على الرايزر ان الرايزر هو والمسبوك هما الاثنين بيتجمدوا في نفس الوقت. غلط. لازم الرايزر يكون ايه؟ سائل او لسه الملتنج طالما البرودكت بتاعك لسه بيتجمد. ماشي شباب؟ طيب الحاجه الثانيه يجي يقول لك ان الرايزر ده هو المسؤول عن صب المعدن المنصهر. لا، المسؤول عن صب المعدن المنصهر مين؟ السكرو مش الايه؟ الرايزر. طيب انا دلوقتي لما شلت العمودين دول هرجع بعد كده اشيل الكوب اطلعه بره واروح احرك الايه؟ النموذج الخشبي. فالنموذج الخشبي بتاعي هيسيب لي فجوه، هيبقى ادي شكل الفجوه اللي هو سايبها. طيب الفجوه دي هيوصلها ازاي المعدن؟ فبروح اشيل من الرمل حته كده واسميها رمل. يبقى ما هي الرمل؟ هي مجرى. المجرى دي هتاخد المعدن اللي جاي وتروح توديه فين؟ جوه الكافيتي اللي انت عملتها. ويفضل المعدن ده يطلع 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 لغايه فوق. يبقى احنا بعد ما عملنا او عملنا ادراج وقفلنا عليه الكوب فهشيل الكوب واجي ارجعه ممكن يحصل حاجه اسمها ترحيل. فعشان كده بروح احط هنا لو
بيبقى فيه لوك، لان اللوك ده بيمنع من توحيد الرزقين، الرزق الحلو والرزق السوء. ماشي يا شباب؟ طيب خلاص يبقى انا كده هذه الرسمه اللي مطلوبه من سيادتك دي تعرفها وتتكلمها وتحفظها عن ظهر القلب. الرسمه دي مديها ارسم انسان بفصلي، ارسم مش مديها مرسومه، هقول لك ارسم انسان بفصلي. فلو سمحت يا باشمهندس لو سمحت عايز تكتب ارسم، مش عايز تكتب ما تصورش. خلاص اهدى نفسك شويه من الموضوع، اهدى نفسك شويه وارسم. يمكن الرسمه تعلق في دماغك، مش عايزين كل حاجه تبقى سهله بتروح والله. كل السهل بيروح، الحاجه اللي انت بتبعت فيها هي دي اللي بتفضل في دماغك. خلاص؟ طيب ال الابعاد اللي هي المضافه، الابعاد المضافه على الباترن بتاعك، او نقول الاول الباترن ممكن يبقى جزء واحد وممكن يبقى جزئين. ده بيزد على ما يسمى بالباتن لاين. يبقى الباتن لاين هو خط الانفصال، واللي هو بيمسك لك المنتج بتاعك بيقسمه نصين. خط الانفصال ده هو احنا هنحدده ازاي؟ والله لو الشغله بتاعتك هي نفس الشغله دي مثلا، فممكن خط الانفصال يبقى من فوق من هنا. وبعدين يا شباب او ممكن يبقى من تحت او ممكن يبقى من النص، مش فارق. ليه؟ لان هو كله فلات من كل ناحيه، فما فيهاش مشكله خالص. وده ساعتها ان الباترن اللي انا عملته ممكن يبقى نص واحد، جزء واحد، وممكن يبقى نصين بيتبعوا بعض. لكن لو انا جيت قلت لك انا عايز اعمل سباكه، عايز اعمل سباكه لجزء واخد شكل دائري، يعني عندي قرص كده عايز اعمل له سباكه. فانت تخيل لو انت جيت حطيت هنا القرص ده هيبقى شكله جوه الدراج عامل ازاي؟ طب عامل كده، ادي الدراج اهو، وانت حطيته بالرمل من جوه هنا. فلو انت جيت تطلع الديسك ده هيعمل ايه؟ هيشيل كل الايه؟ الرمل اللي فوقيه، فمش هيسيب لك المكان واخد شكل ايه؟ ديسك، ما ينفعش. طيب فلو هو شكل ديسك انا ممكن اسبقه على الهوريزونتال بلين، ما اسبقوش على الفيرتيكال بلين. يبقى انا دلوقتي اخترت الباترن بلين فين؟ هنا. ليه اخترته هنا؟ عشان هعمله شكل قرص. فلما هعمله شكل قرص واحطه هنا واحط الرمل وبعدين اقلب هعرف اطلعه. لكن لو كان بشكله اللي هو الدائري دوت، لو جيت اطلعه هياخد الرمل في وشه ويطلع. يبقى من هنا انت بتختار الباتنج بلين بيكون فين؟ فانهي حته في المنتج بتاعك؟ خلاص؟ فمثلا على سبيل المثال المساله المشهوره اللي هي في البيئه واللي هي موجوده عندك في الاكسرسايز اللي هي بتبقى سلندر عامله كده. بيبقى ليها فلانشتين من الاول ومن الاخر، واللي في النص بيبقى شكل سلندر. فيجي يقول لك قول لي الخطوات صباحا. فدي رسمتها تبقى في البيوت بتاعها عامل كده. ده البيو بتاعها. طيب لو انت جيت دلوقتي تعمل لها باترن، هتتعمل نص واحد ولا نصين؟ هتتعمل هوريزونتال ولا هتتعمل فيرتيكال؟ يا ترى هصبها واقفه كده ولا هصبها بالشكل ده؟ ويا ترى لو مثلا واقفه كده هختار الباركنج لاين من فين فين هنا؟ ولا اختار في النص مثلا؟ هنا هختار برضه الباركنج لاين كده مثلا؟ ولا في النص مثلا؟ هي دي الاسئله اللي احنا عايزين نجاوب عليها. لو انا دلوقتي قلت ان السلندر دي هتتثبت رقصيا، فانا عندي حلين، يا اما هعمل الباركنج بلين هو ده، فلما اجي اطلع الباترن الخشبي اللي فوق
اكيد كل عمر اللي هنا لو على الكتف ده وعلى الكتف ده اكيد هيطلع لفوق معايا، صح ولا لا؟ يبقى ما وصلش الشكل، يبقى مش هينفع اختار البطن بلين او البطن باين هنا. طيب اختاره هنا، هيبقى رمل ده بس ورمل ده بس اللي هيطلع عنده برضه ما وصلش الشكل، صح ولا لا؟ فعلشان كده دي ما تنفعش ابدا تسيب الكروس سيرفيس. خلاص هروح ازرقها افقيه، فلما اجي ازرقها افقيه ما ينفعش ان انا اروح احط البراك احط الباتر البطن معايا هنا. ليه؟ لان برضه الجزء ده كله داخلي، فلما يجي يطلع هياخد معاه الايه؟ الرمل، فيبقى برضه البطن معايا هنا برضه. يبقى انا في الاخر خالص اقول طيب بما ان هو دايره وانا مش قادر اعملها رقصيه زي قرص، مش انا قرص ده انا عملته كده وبعدين طلعته من رمل فكان سهل، لكن ده مش هينفع ليه لانه عباره عن قرصين كده وما بينهم سلندر وفيهم جوه فجوه داخليه بالطول بالشكل ده. طيب انا هعمل ايه؟ اروح اقول طيب انا هختار البارتنج بين في النص بالظبط. اشمعنى في النص؟ والله انا لو رحت رسمت في الرسمه في الفيو الثاني هلاقي ادي شكل المنتج هقسمه نصين كده، فالنص ده لوحده اذا طلع من الرمل المزحلق ده اهو ادي نص الخشب. لو حبيت تطلعه من الرمل الحروف دي هتتكسر؟ مش هتتكسر، هتسيب الكيرف ده تحت وبتطلع، مش كده؟ فعلشان كده انا هعمله نصين، نص منهم تحت ونص ايه منهم فوق. وعلشان كده النموذج الخشبي المره دي اسمه سبليت باترن. سبليت باترن يعني جزئين هيتحطوا فوق بعض. الجزئين دول لازم يحملوا نفس الزاويه اللي قلنا عليها، فلازم الاقيك راسم لي الزوايا دي. مش لازم ترسمها ست درجات، ارسمها بايدك وقول ان دي درافت انجل وخلاص. اه انا عايز افهم جدا. موجوده في نموذج الخشب وهتطلع على المسبوك، يبقى الدرافت انجل دي زاويه انا عملتها في نموذج الخشب، لكن المسبوك لما يرفع هيرفع في الزوايا بتاعه الدرافت انجل دي بقى. خلاص؟ طيب بعد كده اروح اختار السكرو في اي مكان زي ما انت عايز. تعالى نختار السكرو كده مع بعض. يا جماعه نركز لو سمحت عشان دي مساله مهمه. لو انا جيت اختار السكرو، احنا فاكرين ايه هو السكرو؟ ايه هو السكرو؟ اللي انا بصب منه، صح؟ يعني لازم المعدة لما ينزل يمشي لغايه ما يوصل للكافيتي. كويس. انا هعمل السكرو هنا زي ما انا قلت لك. تعالى نعمل السكرو هنا. طيب وبعدين؟ المفروض ان انا افتح رمر هنا وايس عنده. بس في حاجه انت مش واخد بالك منها، ان الشغله دي فيها من جوه من جوه هول. الهول دي انت عايز تطلعها في السباكه، فهتروح تحط جوه هنا كده في الحته دي حاجه اسمها كور. ايه هو الكور؟ الكور ده هو عباره عن عمود من الرمل. العمود ده مصنوع من الرمل ومن الغير بحيث ان هو يتماسك. بعد ما بطلع النموذج الخشبي بروح احط العمود ده واقفل الكابيتي عليه. فلما اجي اصب المفروض ان المعدن يمشي ويروح داخل يملى حوالين العمود. بعد كده لما اطلع المسبوك اكسر العمود من جوه يسيب لي ايه؟ الكابيتي، صح ولا لا؟ كويس. فلو انا عملت الرمر كده دلوقتي زي ما انا عملت، ايه رايك؟ المعدن هيعرف يكمل مشاهده؟ مش هيعرف، هيغلط في الكور ده، فيبقى ما ينفعش. يبقى انت كده اخترت سكرو في مكان غلط، كده غلط. فممكن انك انت تختار السكرو ده، في واحد زميلك قال النص ده ممكن، لكن ممكن كمان ان انا اختار السكرو ده هنا. اشمعنى؟ عشان هعمل هنا رايزر الحته دي. اشمعنى؟ عشان دول اكبر كتلتين موجودين. طيب انا عايز اعمل السكرو هنا ورايزر هنا ورايزر هنا، ماشي. هو لازم نعمل 1 رايزر؟ لا مش لازم، ممكن يبقى 2 رايزر، مفيش مشكله عندنا. يبقى انت هنا لو صبيت من النص لازم المعدن هينزل يلف حوالين العمود دوت ويطلع يطلع لغايه ما تشوفه بعينك هنا وهنا لغايه هنا. يبقى انت من هنا قدرت ايه؟ تشوف
المعدن اللي بقى كده انت قفلت الفجوه جوه خلاص تبطل صب، هتبدا تبرد تتجمد، هيبدا الشيب من الرايزر ده انه يحتاجه بعد كده هيعمل الشلال في الصابع. نعم. عايز تعرف ازاي؟ هو المعدن منه ايه؟ مستعمل في النص جوه فجوه كبيره. الفجوه دي عايزين منها النص. فهمنا شباب الاستمرار العملية عاملة ازاي؟ فهمنا لو قلتلها مثلا نعرف نعمل الطبقات ازاي؟ نعم. معلش انا مش فاهم. قول انت طيب. الجزء الأخير. الجزء الأخير. إن أنا دلوقتي عايز أختار مكان الرايزر وعايز أختار مكان السكرو. لو أنا حطيت السكرو هنا الرقم اللي هنا دي اتقفلت. ليه؟ ده فاضل. حاجة اسمها الفول. من ضمن الاسئله اللي جت قبل كده في الترم ايه هو الكور دوت؟ الكور هو الجزء الرملي المسؤول عن انتاج الانترنالز الانتركال شيبس او انترنال شيبس في داخل المسؤول او الباني الكور. الناس اللي عماله تتكلم ومن شباب يعني احنا عمالين نروح عايزين نعرف ايه الامتحان، ما هي دي اسئله الامتحان. قلت لا هو والله اسئله الامتحان. فهو الكور دوت هو عباره عن جزء بيستخدم فور بروديوسينج انترنال شيبس ذات الايه المسموح بتاعه. طيب فرجعت قلت طب خلاص انا هختار هنا السكرو وهحط هنا الرايزر وهنا الرايزر على اساس ان الاثنين دول اكبر من الاثنين، فلما المعدن هيجي يتجمد هيحتاج بكتلة معدنية كبيرة ومنصهرة، فيبدأ ياخدها من هنا ويبدأ ياخدها من هنا. طيب وده معناها إن السكرو هو كمان هيشتغل أز رايزر عادي مفيش مشكلة، المهم المنتج بتاعي ما يطلعش معايا. الكور بيستخدم في إنتاج الإنترنال شيبس إن كاست إن كاست. نعم. السكرو هنصب منه المعدن المنصهر. الرايزر دوت يبقى كومنسيتور يعوض المعدن اثناء عمليه تجمده. خلاص؟ لا ازاي دي مش مشكله عشان دي حاجه ادفانس شويه، يعني دي المفروض تدرسها في سنه ثانيه. لكن ده لو انا خدت مثالين ما تقلقش. دايمنشن مش انا في الباترن زودت حاجتين
الشرينج والماشين اشتغل، هو هيديني يقول لي الشرينج اشتغل قد ايه والماشين قد ايه. كويس. طيب ايه الفرق ما بين الكاستنج والباترن؟ الكاستنج ده المسبوك اللي خرج من الرام، ايه الفرق ما بينه وما بين الباترن؟ ها؟ الكاستنج اكبر من الباترن؟ اقل في ايه؟ الشرينج بالظبط كده. يبقى معنى كده ان انا لو جيت قلت لك ان قيمة الماشين الاونس تساوي سي مثلا 3 مليون لكل سيرفيس، وبعدين الشرينج الاونس سي مثلا 2% من البعد العام مثلا، يعني انا بدي لك مثال. فالمفروض تعمل ايه؟ المفروض انك انت تروح تقول الفاينل دايمنشن هو واي 100، الباترن دايمنشن هيضاف حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ الحاجه الاولانيه هي ماشينينج الاونس، يعني ما تضيفش الشرينكج الاول، ضيف الماشينينج الاول. ليه؟ عشان لما الشرينكج يروح يتبقى الماشينينج اللي انت هتشيله وتنظف الصفحه وتوصل بالابعاد بتاعتك للابعاد اللي انت عايزها. خلاص؟ طيب انا دلوقتي المفروض ان انا اقول ال 100 هتبقى 103. صح؟ مش انا هضيف 3 مني؟ كويس. بقت 103 وبعدين 2% شرينكج، يبقى اصبح الباترن دايمنشن بقى 103 زائد 103 مالتيبلاي باي 0.02. ايه ال 2% دي؟ لو ال 2% دي هو قال لك ان الشرينكج ان المعنى ده بينكمش 2%، يبقى كل 100 مللي بينكمش 2 مللي. صح كده؟ كويس. فانا هعملها ازاي؟ اقول انا البعد اللي عندي كان 100 هضيف عليه ماشين ب 3 فبقى 103 زائد قيمه الايه؟ الشرينكج. الشرينكج دوما 2% يبقى 2 على 100 مالتيبلاي باي البعد. خلاص يبقى انا كده جبت الايه؟ الباترن دايمنشن. لما اجي اجيب المسبوق هشيل مين؟ الشرينكج، هيبقى قال الكاستنج دايمنشن 103 بس كده. يبقى انا هروح اشيل 3 بالماشين مع عمليات الماشين المختلفه زي التراقب زي التركيز زي الريلنج مثلا او كده بتاعت اللي انا بعملها دي، فهوصل للبعد كام؟ باي 100. فهمت كده يا شباب؟ طيب لما بتمشي دي يبقى بقى على البعد 200. ركز معايا. البعد 200 دوت او بعد البعد 300 ده هو ما بين تو سيرفيسز. تقول لي طب هو يعني ال 100 ما كانش بين تو سيرفيسز؟ لا، هو كان سيرفيس واحد ولكنه ايه؟ سيلندريكال سيرفيس. لكن هنا ده فلات سيرفيس وهنا ده فلات سيرفيس. فيبقى معنى كده انك انت هتشيل في عمليات الماشيننج بتاعتك 3 مللي من هنا، وهتشيل في عمليات الماشيننج بتاعتك 3 مللي من هنا، يبقى اصبح ال 300 كام؟ 306. يبقى لو الفاينل دايمنشن 300 يبقى 306 بماشيننج. طيب زائد الشرينكج بقى، يبقى هروح ازود عليه 306 مالتيبلاي باي 0.02. يبقى كده ده البعد اللي انا هصنع بيه النموذج الخشبي. نعم. عالي صوتك يا صاحبي. ليه 6؟ انا دلوقتي ال 300 دي علشان اطلعها السطح ده خشن من الرام والسطح ده خشن من الرام. فهشيل من هنا 3 مللي وهشيل من هنا 3 مللي على المحاضر. عايز ده ماشين يبقى قال 300، يبقى انا هصنعه يطلع لي 306. لما اشيل 3 و3 يبقى 300 اللي انا عايزه. خلاص؟ نعم. علشان ده السيرفيس كله سلندريكال سيرفيس. انا لما هشيل بقلم الترابه لو انتوا فاكرين الترابه انا هشيل من السطح ده من الجنب ده بس، فالسطح كله هيحصل له ايه؟ ماشين. فانا هشيل من جنب واحد بس 3 مللي اللي هو عذاب الارض.
فعلشان كده برضه بتعتبر الباي باستنج عندنا من ضمن العمليات
اللي هي very important وبحتاجها في كثير من الأحيان. آخر حاجة ممكن إن أنا أصنع بيها تكريس قليل أوي. يعني أنت لما يكون عندك مثلا على سبيل المثال تكريس نص ملي عمرك ما تعرف تعمله بالرمل. طب ليه؟ علشان الرمل الإحتكاك بتاعه عالي أوي فلو تيجي تصب جواه فبيمنع من سريان المعدن. فلو إن أقل حاجة لازم المعدن ده يكون سمكه 8 ملي أو 9 أو 10 أو 11. يبقى انت في الساند كاستنج انت بتتكلم اباط 8 مللي، لكن في الداي كاستنج انت بتتكلم لدايه نص مللي. فطبعا لو عايز تعمل سباكه نص مللي دي حاجه طبعا هايله قوي، فبتتعمل في البريشر داي كاستنج اللي هو احد انواع الداي كاستنج. خلاص؟ فاذا جت بتبقى مقارنه ما بين الاثنين، او سؤال بيجي لك في المالتيبل تشويس على العمليه ولا الساند كاستنج ولا داي كاستنج. طيب ما قلت لها الناس تقول طب ما هنروح نعمل كاستنج اللي خليني اروح اعمل ساند كاستنج وطلع لي سبسكريبشن وطلع لي ابعاد وكلام من ده وحشه. الكوست بتاعت الداي كاستنج اعلى بكتير قوي 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 من اللي هي الساند كاستنج. يعني الساند كاستنج ممكن تتكلف مثلا حاجه بسيطه كده زي مثلا 1000 جنيه مثلا، يعني يبقى قصادها الكابيت اللي هتتعمل بالباي كاستنج هتتكلف 100,000 جنيه. فطبعا رقم يبقى رقم كبير جدا، فبتستخدم للهاي برودكشن ريت. فلما يكون عندك عدد كبير قوي تقدر تستخدم فيها الباي كاستنج. ماشي يا شباب؟ حد عنده سؤال في السباكه؟ طيب. نعم. علي صوتك كويس. ايه اللي انت عملته في الوضع الفني؟ ايه اللي انت عملته في الوضع الفني؟ ايوه يعني انت ايه الحاجات اللي انت وصلتها في البعد الفني؟ مش نفت الالارمز ماشين الالارمز نفت الشاكي هتعمل نفس الكلام في البعد الفني. مش انت برضه عايز تعمل فني؟ طيب نعم مش سابق هو ايه بعد كده؟ Thank you.
فورمز ماتيريالز اللي هي المواد المركبه. بس عايز افهم اللي بيتكلم يعني بيتكلم واحنا اكبرنا انه يجي يعني انت جاي بمزاجك عشان تفهم حاجه. طب ده قاعد بيتكلم ليه؟ انت وغيرك انا مش وصلك انت لوحدك يعني انت وغيرك يعني انت المفروض جاي تفهم حاجه. خلينا نمشي دلوقتي ناخد اكبر حاجه من كده. فالميتالز اللي هي المواد المعدنيه دي بنصنفها الى فيرس ونون فيرس يعني مواد حديديه ومواد غير حديديه. المواد الحديديه دي بنصنفها الى ستيل كاست ايرون. هو الكاست ايرون هو الحديد الزهر. الحديد الزهر ده في منه ثلاث انواع. عندنا في حاجه اسمها وايت كاست ايرون حديد الزهر الابيض. عندنا جراي كاست ايرون حديد الزهر الرمادي. وعندنا مانيوم كاست ايرون. اما الستيل في منه انواع كتير. في منه حاجه اسمها لو كاربون ستيل، حاجه اسمها ميديوم كاربون ستيل، حاجه اسمها هاي كاربون ستيل. الفرق ما بين الثلاث انواع هي نسبه الكربون. نسبه الكربون في اللو كاربون ستيل لن تتخطى 0.25%. ده نسبه الكربون في اللو كاربون ستيل. خد بالك ان النسب دي مطلوبه منك ومطلوبه حضرتك تحفظها. تاني حاجة في الميديوم